إذن مشاهدينا، نعلم جيدا بأن دبي تستضيف أسبوع جايتكس للتقنية منذ 9 من هذا الشهر وحتى 13 منه. طبعا يتم التعارف بين الشركات المشاركة حول أنماط التقنية الجديدة. في ضوء التحديات التي تفرزها الأزمة من ارتفاع التكاليف، كيف تستطيع هذه الشركات المشاركة أن تقدم تنافسية عالية وتجذب إليها الانتباه؟ طبعا نتحدث عن تقنيات جديدة يتم الاستفادة منها من خلال مشاركة إحدى الشركات. ويسعدني أن أستقبل في استوديو البرنامج السيد ياسر زين الدين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة إي هوستين داتا فورت، وكذلك هو العضو في تيكوم للاستثمارات. أحييك سيد ياسر. أهلا وسهلا. طبعا مشاركة جايتكس السنة تحمل تحديات، وأنا ذكرت أنه الأزمة دائما تخلف عقبات، تكاليف مرتفعة للشركات وخسائر تحاول أن تقللها من خلال الإكسبنسز أو النفقات، سواء كانت بتحويلها من نفقات رأس مالية إلى نفقات تشغيلية. كيف استطعتم أو ما هو دور شركتكم الحقيقة في البداية في أنها فعلا تؤمن هذه عملية يعني تقليص الخسائر للشركات والنفقات؟ طبعا. هو يمكن لو فهمنا الموديل الخاص بشركة اي هوستنج داتا فورت، هو خاص تقريبا بالتعهيد او عملية الاوتسورسنج لجزء من الخدمات اللي بتقوم بيها نظم المعلومات داخل المؤسسة. فلو اخذنا مثلا مثال، بتجدي ان اي سي اي او او اي مدير ادارات للكمبيوتر بيكون عنده ميزانية. الميزانية دي احيانا 80% منها بيكون مصاريف تشغيلية و20% بتكون مصاريف رأس مالية. فلو فرضنا مثلا هو عنده بادجت حوالي 10 مليون، 8 مليون من ال 10 مليون دول بيروحوا في مصاريف تشغيلية، ودي احنا بنقول عليها ثانكلس جوب، يعني ما في حد بيكلمه يشكره يقول والله كتر خيرك انت مثلا الايميل شغال، البورتال شغال، الانترنت شغال، كلها بتروح ناحية الصيانة، مصاريف تراخيص، مصاريف صيانة الهاردوير او الشبكات وهكذا. فاحنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنساعد المؤسسات انها تخفض نسبة 80% دي حوالي من 15 ل 40%، يعني حسب المؤسسة، عن طريق ان احنا بنقدر نأدي خدمات بتكلفة اقل نتيجة الحاجة اللي هي الايكونوميز اوف سكيل، ان احنا بنقدر يكون عندنا الانتاج بالضبط كده، بيكون عندنا قابلية لدعم اكثر من عميل في نفس الوقت، بيكون عندنا الكوادر الخاصة بالموضوع ده، فبنقدر نحن نوفر اول حاجه المصاريف التشغيليه. الجزء الثاني فقط اسمح لي ان اوضح للمشاهدين ما هو دوركم. انتم تعملون كمركز في يعني تقديم مركز بيانات، ولكن بما يسمى استضافه تشاركيه في مركز البيانات، يعني ان تقوم يعني الناس تلجا لكم، تستاجر منكم يعني مركزكم متنقل بكل الداتا التي لديكم وكل المؤهلات التي تملكونها، وكان لديكم يعني مشاركات في مركز دبي للتجاره اعتقد، ووفرتم على المركز أيضا التكاليف. حدثنا من هذه الانطلاقة، يعني كيف تتواجدون ضمن هذه المؤسسات، ماذا تؤمنون لها، البنى التحتية وغيرها من الأمور؟ تمام. احنا طبعا بنوفر البنى التحتية من ناحية الحاسبات، وزي ما حضرتك تفضلتي بدل موضوع الكابيتال اكسبنس أو المصاريف الرأسمالية بنحولها إلى مصاريف تشغيلية أو pay as you go model، إن العميل ما بيحتاجش إن هو يستثمر تكلفة كبيرة في أجهزة الحواسب والشبكات، لكن بنوفرها له كخدمة مقابل تكلفة طبعا أقل، وفي نفس الوقت بنقدر نعمل عملية تشغيل للمواقع دي أو للأجهزة دي. مركز دبي التجاري العالمي طبعا نتيجة لحيوية المركز واستضافته الكثير من المؤتمرات لازم كان يكون عنده disaster recovery system، يعني لا قدر الله حماية الكوارث أو بالضبط كده. يعني كيف بيصير مثلا لو انقطعت الطاقة أو مصدر الكهرباء أو مصدر يعني التأمين، كيف تؤمنوا أنه المعلومات المخزنة في هذا المركز الهام جدا تبقى محتفظة يعني وحدثت في العالم وفعلا بالزبط كان هنالك كوارث؟ هو اللي بيحصل هي أنه بيكون عندهم هم مجموعة أجهزة أساسية اللي هي بنقول عليها البرايمري سايت، وبيكون في مجموعة تانية اللي هي في الديزاستر ريكفري سايت، وبيكون في تطبيقات معينة من السوفت وير بتعمل زي ما تقولي ريبليكيشن للبيانات، بحيث ان يتم بصفة فورية اعادة البيانات من الجهاز الرئيسي الى الجهاز الثانوي، وبالتالي لو حصل ان اي واحد منهم مثلا لا قدر الله في كارثة او في فقدان للباور او اي شيء، بيقدر العميل في نفس الوقت ان هو يتوصل بالاجهزة دي وما بتضيعش منه اي بيانات. هناك مصطلح يعني الكل يسمع عنه ويحتاج الى تفسير، اللي هو الكلاود كومبيوتينج او الحوسبه السحابيه، هل لك ان تفسر لنا اياه؟
الكلاود كومبيوتينج يعني يمكن أبسط طريقة لتفسيره لو احنا أخذنا مثال بالكلاود كومبيوتينج على مستوى الكونسيومر أو المستهلك العادي. النهاردة يمكن كلنا بنستخدم نوع من الإيميل، سواء هو هوت ميل أو جيميل، أو نستخدم تطبيقات زي الفيسبوك أو ما شابه. بنجد أن احنا في الحالة دي البرامج والبيانات نفسها موجودة somewhere مش على الجهاز بتاعي، يعني اللي عندي بيكون متصفح معين، لكن خدمة الإيميل نفسها بتكون موجودة somewhere احنا بنقول في الكلاود. يعني احنا النهاردة بنستخدمها في السحب دي. هي السحب دي معناها ايه؟ معناها هي أجهزة من الكمبيوتر وتخزين، أجهزة تخزين وشبكات بقدر اتوصل لها عن طريق الانترنت. يعني الفرق بين الكلاود موديل والموديل القديم ان في الموديل الحالي ان عشان مثلا مؤسسة يكون عندها إيميل لازم بتجيب الجهاز السيرفر المعين، وبعدين بتجيب تطبيق الإيميل وبتنفذه عندها. الكلاود معناها انك انت عن طريق بس براوزر او متصفح تقدر انك انت تستخدمي مجموعة تطبيقات عديدة، والتطبيقات دي بتكون مستضافة عند البروفايدرز اللي هم خاصين بالكلاود. نعم، بنسمع ان التكنولوجيا بتاخد ربما يعني من حق البيئة، ويبدو انكم تقدموا شيء صديق للبيئة، ولديكم مقدرة على انكم تعملوا شبكة بنى تحتية موحدة وغيرها، او تدخلوا في هذا الموضوع. كيف تتمكنون من مجارات كل هذه الأمور؟ هو طبعا يعني لا يخفى على أحد أن أجهزة الكمبيوتر بتحتاج لتبريد بالإضافة لاستهلاكها للطاقة، وده طبعا من ناحية البيئة فهو ضار للبيئة بشكل عام، لكن ده زي ما تقول إشارة لابد منه، لأن كتير من التطبيقات بتحتاج طبعا أجهزة كمبيوتر. لكن اللي احنا بنقدر نعمله أن عن طريق الإحصاءات المختلفة بنجد أن معظم أجهزة الكمبيوتر يمكن نسبة التشغيل ليها لا تتعدى 10 أو 15%. فلجأنا لتقنية جديدة اللي هي عملية الحواسب الافتراضية، أو يمكن المصطلح باللغة الإنجليزية virtualization. تمام، فبنيجي إن احنا عن طريق جهاز واحد ممكن إن احنا نشغله على إنه 7 أو 8 أجهزة افتراضية، وبالتالي بنخفض من نسبة الطاقة اللي هي بيحتاجها الجهاز ونسبة التبريد، وده بيساهم في خفض موضوع الكربون بالضبط، فوت برينت بشكل كبير. طب نعود إلى مشاركتكم في جايتكس، وأنا ذكرت أنه في تحديات كبيرة جدا، في منافسة على بالمقابل. كيف وجدتم الإقبال على هذا النوع من الخدمات التي تقدمونها؟ الإنفاق على هذا النوع من الخدمات، التسويق لها، هل يحتاج إلى إقناع فترة طويلة مع العميل وغيره؟ طبعا أنتم أكيد تتعاملوا مع مؤسسات كبيرة وليس فقط مع أفراد. ده سؤال حقيقة مهم جدا. يمكن احنا لاحظنا خلال السنتين الأخيرتين ان نسبة اقبال العملاء على نوعية الخدمات اللي احنا بنقدمها زادت بشكل كبير. يعني يمكن احنا السنة دي عدد العملاء ضعف العدد اللي احنا حصلناه في 2009، يعتبر حوالي 40-45% زيادة عن العام الماضي، وده نتيجة ان العميل ابتدى يشعر فعلا باكتر من فايدة لعملية التعهيد دي. في فوائد استراتيجية انه بيقدر يركز على الكور بيزنس الخاص بي. يعني ادي لك مثال، مثلا عندنا احد العملاء بنك عنده حوالي 1000 موظف، لكن عدد الموظفين في الاي تي 8، ودي تعتبر نسبة منخفضة جدا، عادة بتكون حوالي 50 لبنك مثلا بهذا الحجم. ده قدر ان هو البنك يقدر ان هو طبعا يركز على تقديم حلول جديدة والتركيز على خدمة العملاء، بدل من ان هو يركز على الاي تي اللي هو مجرد انيبلر او حاجة خاصة بالبنية التحتية. فنسبة الوعي ابتدت تزيد، لكن أقدر أقول إنها ما زالت أقل نسبيا من أماكن أخرى في العالم من ناحية اللجوء إلى التعهيد. نتمنى لكم كل التوفيق، يعني الواحد بيحتاج بالعكس أن من يتكفل بأموره في هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في الاستوديو السيد ياسر زين الدين، وأنت رئيس التنفيذي لشركة إي هوستينج داتا فورت والعضو في تيكوم للاستثمارات.